السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مبارك عيدكم، الله يعودكم على هالأيام الفضيلة. سنين عديدة وأعوام مديدة، كل سنة وكل حول وانتم بخير وسهالة، وقلت ندلتوا قد نلتوا كل اللي في خطركم، وشد نفذتوا كل مشاريعكم، وشد عاد الغايب ونجح الدارس ورد المتغرب، والله يكون رزق كل إنسان يتريى بدر، يتريى خير، يتريى نصيب، يتريى شهادة، يتريى أي شيء في خاطره. إن الله إن شاء الله ما يلاجي بينه وبين الحول إلا شد نفذ كل اللي في خاطره، ولا يخلي شيء في خاطر كل مسلم يا ربي. إن الله يبارك في هالدار وفي حكومته، ويحفظ إن شاء الله حكامنا وأولياء عهودنا وزوجاتهم وأزواجهم، ويحفظ الشيخ خليفة وعياله وإخوانه وذريته، ويحفظ بنت مبارك وعيالها وأحفادها، ويجعل ثوبة السرور والفرح والعافية ثوبها وملبوسها دام الدنيا حية يا رب العالمين يا قيوم. تحفظ إن شاء الله الشيخ محمد بن زايد، الشيخ السلامة، وبنات شيوخنا كلهم وعيال شيوخنا كلهم، وشعب الإمارات والسفراء والوزراء واللي مقتربين واللي يدرسون واللي يتعالجون، وتعودهم سالمين غانمين يا رب العالمين، انك تعافيهم وتعافوا عنهم يا رب العالمين. والله يبقون تنظار من المسيين اشوف الهنود والبكس المغتربين، يعني اقول في خاطري يا الله يا رب انك تفرحهم بانهم الحول يعيدون عند هاليتهم. نعم والله يا ابوك في خاطري اقول ما شي شرات العيد الواحد يصبح بين اهله وناسه وعزوته، هذه روح نعمه وفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه روحها بركه انك تعيد عند اهلك وعند في بلادك. في خاطري نحن ظاهرين من المساعده ردين بيوتنا عند هاليتنا وحريمنا وبناتنا وامهاتنا وبهاتنا هل بيوتنا، يعني هاي المساكن احنا بيظهرون من المسيين بيشاهدون القدرات. هذا حرمته ما حد، هذا احفاده ما حد، هذا عياله ما حد، هذا امه وابوه يعني اقول في خاطري الغربه مره، والغربه تعب ومهانه. الحمد لله نحن وضعنا الله منعم علينا في دارنا، ما شيء قصيره، ما احتدينا للسفر وللغربة والمكد خارج ونكد على بلادنا. الحمد لله مكدتنا من دارنا، روحنا نكد على بيوتنا وعلى هاليتنا من ونحن في دارنا. ما الظروف ما ادعت ان نحن نتغرب، هذا يروحها نعمة. ظروف المعيشية اللي الناس كلها تصير وتي تكد، لكن نحن الحمد لله ظروفنا بعيد أخير عن ظروف الناس وايدة. بني آدم إذا أنك أنت في بلادك وآمن وتصبح وتمسي تشتغل وتكد وتطعم بيتك وعيالك وأحفادك وأنت في بلادك، هاي روحها نعمة. ما دعت الظروف أن نحن نتغرب، شرات الناس اللي من غير يفارقوا عيالهم وأوطانهم الأول قبل البترول وقبل الاتحاد وقبل في ناس تغربت، لكن في ناس اشتغلت في الدار، في ناس ظهرت وكدت. ولا بعيب ولا بنقود، بعيب ولا بنقود المكدة وهذا الرجال المكدة والتعب، هذا مستوى الدنيا. الرجال اللي يكد ويتعب ويشقى، والحريم في البيوت ياسات ملكات معززات مكرمات، كل شيء يبنه يوصلها لين مكانها. يا غير حين الظروف تغيرت، آزمة الحرمة والرجل مساواة كان حاليا بعد الحريم زادا ما شاء الله في أعمالهن وفي اختصاصاتهن وفي أمورهن. فلذلك رب العالمين أنعم علينا بهذه الحكومة في المساواة وفي الحقوق وفي السيرة وفي اليي على حسب شرع الله، والحمد لله أمورنا طيبة ومصبح في بيوتنا الريح المدخن يتخالف ودهن العود والطايفي فوتخ، والحمد لله رب العالمين. اللهم ادمها نعمة حفظها من الزوال، والله يعودكم إن شاء الله على هالأيام الفضيلة المبروكة كل سنة وكل حول وانتوا فرحانين ومبسوطين ومسرورين، ويجعل ثوب الفرح والسرور ثوبكم وملبوسكم دام الدنيا حية.
ابشروا ابشروا بصلاح، ابشروا بصلاح، ابشروا بصلاح. مبارك نعيدك، مبارك نعيدك. يلا حبتين حبتين، ما بالله وحده حبتين، وحده من الصغار وحده من الكبار. يلا هاي هاي ما هاي ما صباح الخير. ما العيد وين؟ ها زين، ما مبارك نعيدك. بابا عيد مبارك. عيد مبارك فيصل. كيف حالك؟ ها صلوحة. يلا زين صلوحة، شعلومك شخبارك؟ صلاح الو. ما طعي يجلب التليفون غرب الله. لا ما طعي يجلب صلاح التليفون، ما طعي يجلب. شو اسوي به؟ ما طعي يجلب. صلاح وين سرت؟ بيت. الحين من البيت سيدي جيتنا؟ إيه؟ ما صرت مني ولا مني؟ لا صلاح ترى العيد هذا ممنوع يصيرون. والله عندي وعند اختي عند بد البيت. زين؟ شرق غرب ما في. كم وحده؟ صلاح؟ اشوف 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 صبر زين. هاي وحده وهاي وحده. غرب الله بسر هذا صلاح؟ ما بس ما شيء بابا. لا لا شيء، ها دنيا مريود هناك كيف ما شيء؟ ما شيء بابا. بسر انا بتنقالك. بتنقالك جارين. شيء بتنقالك شيء فنان. انا ابوه. دراني ودر ابوي المجورن عطوه البسر. انتين وبنعطي بعد خنيزية. يلا تفضح. شو هذا؟ شو بب بب جدر هو؟ صلاح جايت لك دعوة. شو طال هناك؟ يعني عينك طايل جدر الفلوس. انا الحين برمسك بموضوع جيد. لا 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 هذا خليني. ابوك قام عشان روحه، وها قام بامي ابوك كان روحه. ايوه تمام. زين صلاح 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 الحين انا ما بسافر. يوم بسافر لا لا سياره كبير ما اري. انا يوم بسافر بتصير انت ومنهل وفيصل بتصيرون دبي. بحجزلك فندق جدل بحر وحوض سباحة. بتلبس شورت بتغطط في الحوض. شو به؟ ليش؟ هي تغطط في الحوض وبتشرب عصير موهيتو. شو اسم العصير؟ زليكو. لا موهيتو. يا ما عرفت. قول اسمه. زليكو موهيتو. زليكو عارفه. موهيتو العصير شو اسمه؟ ماكو. هب مراكو موهيتو. يهوكي. صلاح؟ ما اعرف. خلاص ترى خلاص من هد ما بيصيرون. ما اعرف ما اعرف. خلاص لا تصير ما شيء يصير. لا لا لازم تجيب اسمه صح. موهيتو. يهوكي. من هد ما شيء يصير. ما قول موهيتو. يهوكي. ايوه تعلم مراكو. تدرون صلاح شو يبى؟ شو تبى صلاح؟ على تين. ها انت حلتي زين. منو اخر مره مشحل لنا؟ خليه زين اتشحلك الحين. اما بدي واك بابا دقيقه تشحل ساعه هو دقيقه يا ام الحنايا يجيب التحال والمرود. صلاح يبي يتشحل. يغار من خدمه ايرانه واللي يسويه يسويه. هذا ينطلق عليه مقوله يغار من خدمة إيران واللي يسوونه يسويه. حرب الحلاب. حرب وقف. لا الله الله كلام يا خبر يا كلام. الحين بتصير سوريا ولا هبساير؟ ما صار بسنون. ليش؟ الحرب خبر. وقفت الحرب. ثاني. بترد مرة ثانية؟ إيه. ولا صلاح متنبه متنبه إن ترد مرة ثانية. الله أعلم. أكيد بترد. أكيد. هو اللي هناك ردوا ترى تنبؤ صلاح مرة ما تخطي. شو بيستوي؟ أبو زواج الأخبار. هذا هو الاخبار. سمعت الاخبار؟ ايه. قالوا بتسوي حرب؟ ايه. في ذمك ان شاء الله. الله بعد؟ يا حلف. افتح عينك. افتح عينك. عينك ما بثنك. سكر ثنك. افتح عينك. ايوه. ايوه. يا سلام يا سلام. اصبر بعد مرود واحد العين الثاني الحين مرودين مرودين حاطين لك عينك عينك عطشانة ما فيها. افتح افتح عينك ما بثمك. سكر حلجك. افتح عينك. ايوه
بسم الله الرحمن جننت. اصبر يلا يلا صلاح، عيونك ساقطه في خمرة راسك. اشوف الله اكبر الله امر عاشق واحبك يا بدر. يلا سويتش شو مالك؟ اخي كبير سيارة. سيارتي؟ اي تخليها مفتاح عندك؟ لا ها ابي دبي. طالع حال مش قايل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف طالع بو. لا شوف صبر خلنا نسوي. قول تشيز. تشيز لا هلو. هلو صلاح سوي تشيز. جيز عشان بتطلع الصورة حلوة. ايه قول تشيز. جيز تشيز. جيز مباركن. مباركن عيدكم. عيدي انزين. اشوف لك حال. اشوف لك حال. وين اشوف عيونك؟ مو لا بنتين هن غمز. ليه هذا الحين ريوقنا طالت عماركم اللي هو ريوق العيد. ريوقنا طالت عماركم بلاليط ابو علاقه اولا، وهذا طالت عماركم خبيث خبيثه ناريل، وهذه طالت عماركم هريستنا هريسة البيت، وهذه طالت عماركم عرسية. هاي عرسية ترميثات، وهاي هريسة البيت، وهذا خبيث، وهذا بلاليط. هذا ريوق العيد يعني خبز وما خبز ولو محلة وشبابها كل يوم نحن نسوي لك البلاليط والخبيث والأشياء هذه والهريسة يعني نسويها في المناسبات يعني. خبيصة الناريل هاي روح تغني هليل وبلاليط ابو علاقة. هاي دخلوا عاد انتو الانستغرام والسناب او اليوتيوب تلقطون الطريقة والكيفية. طالت عماركم سفرية اذا الله راد بيكون يوم الاربعاء الساعة 9 الصبح بتطير بالطيارة من دبي 9 الصبح يوم الاربعاء بنجلس الاربعاء انا وابراهيم روحنا الاربعاء والخميس واليمعة والسبت والأحد والاثنين الثلاثة بنطير من مطار البوسنة صح؟ هي بنحل في دبي يوم الثلاثة في الليل نص الليل يعني قريب الفجر يعني نحن بنكون يوم الأربعاء دورة والخميس واليمعة والسبت والأحد خمسة أيام بنكون في دبي وصلاح بيكون عندنا. شو رأيك؟ زين؟ بتعدنا دبي بنقص خمسة أيام. ناهيك إن صلاح ناهيك إن صلاح أسبوع اللي عقبه اللي قبله بعد بيكون في دبي يعني صلاح أسبوع هذا بيصير يعني صلاح بتسوي لي سيرتين أسبوع الجاي وأسبوع اللي عقبه. ها شو دقيقة صلاح؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الحسبة كيف؟ كيف؟ كيف يعني؟ شوف أسبوع الجاي أنا ما بسافر. أنا ما بروم أي يوم الأربعاء من صباح الأخير. يوم الثلاثة يوم الثلاثة يوم الثلاثة بضويك أنت يا دبي وبابات بصبح الصبح عقب صلاة الفجر بكون في المطار. إنزين أنت بتكون ويا أنت ما بتكون وياي؟ بتكون بيكون معاي صلاح بتكون معاي بتيجي نسوي الأربعاء والخميس والجمعة السبت بتردون. أنا وين بكون؟ في البوسنة. إنزين أنا بي يوم الثلاثة اللي عقبه أنت بتوني دبي بتسوون فحص مال بي سي آر مال خشم وبتوني بتجلسوا عندي الثلاثة والأربعة والخميس والجمعة والسبت والأحد خمسة أيام في دبي أنت ويا فيصل ومن هل وإبراهيم. أنا وإبراهيم بكون قدامكم. شو رأيك؟ أوكي شهدوا عليها من حبر عيدية. يلا يلا وين باي وين يلا يلا قولهم عاد عيدكم مبارك. مبارك تحدث ايه مشكور عيد مبارك صلاح. صلاح هاي مرتين يا مرتين ما علي ما علي مرتين هذا يا يلا ما علي يلا يلا عاد عطهن صلاح لا حد يقص عليك عطهم على مره مره هب مرتين مرتين. هي شوف انت وجهه قبل ما تعطي شوف الوجه قبل ما تعطي شوف الوجه صلاح هب حد يقص عليك صلاح حاله كبير
هب حد يقص عليك صلاح تحمل. لا صلاح هذا خصوصي مالك. بس خلي ولي خلي ولي صلاح ما بيعطيك. يلا صلاح قايل لك لا تعب على مره طالع ويوهم. انزين صلاح الحين ثلاث مرات عطيته خلصين. بخيب بخيب صلاح على عز على ورقة ورقة على كم عطيتهم؟ شو ها ليش هالكثر صلاح؟ لا على عش عش رد شلهن كلهن ما حد قال لك عينه رد شلهن. بنات اي واحد حصل زيادة ردوا بيزات عليه كل واحد عشر عشر ما شيء زيادة ايه كل واحد على ورقة ورقة عشرين عشرين. خيبة خيبة بحناية كم شال انتي؟ شلت برق غرب الله كل صاح انت صاح مدوخ انت؟ شو مدوخ انت هالكثرة؟ الله لا جعلك والي على خزائن حد. ايه كل واحد منكم يشل وحدة ويرد الباقي 20 يلا واحد نفر 40 درهم يلا 40 اند رد الباقي يلا يلا ايفري ون تيك 40 أنا أبي 40 والله العظيم إنك أنت صلاح لا حد يقص عليك بس يلا يلا كل حد إيه فلبين يلا everybody take money more take خلاص يلا خلاص go يلا رديتوهن يلا thank you. هذا كم مرة خذ رشيد صلاح؟ رشيد كم مرة أخذ؟ كذاب أربع مرات. البغاية هاي يوم يقول البغاية هذا حد بالعرب يوم يقول البغاية هذا البغاية. شكرا يا أرباب شكرا لا خلي ولي صلاح يقص عليك اي جيت الخيمة الله يحفظكم كنت داخل ويا الصغارية وعندك دونك المراد جيت الخيم وحين نهار عم تشوف الخيمة عادة بيطرشوا نيران طرشوا رطاب ولا طرشوا سح ولا لومي ولا اللي هو هذا مطرش من بيت ولد خالتي هذا لونغان تعرفونه اللونغان ما يبالك كلام هذا انتاجك انت يا ابو ظبي هاي الشيارة هذه بسير بصوركم اياها في نفس الموقع براويكم بخبركم شو قصته من وين ظاهره هذا اللونغان طالت اللي يبيعونه في السوبر ماركت في اللولو في سبنس هذا اللي داخل الصلامه السوداء هذا فريش هتو مقطع من داخل شنت يا ابو ظبي شو سالفه هالشيره واحد من المناصير في البطين بيته مشاهد قصر حياه حمدان بن محمد بيته البيت ولان هالشير اللي عنده هالكلام فيه في قبل 15 سنة ولأنها في بيت الشير مظلم غادي البيت تحرون نخل البطرانة مال حياة محمد بن خليفة اللي في فلي العوفي فأقول في خاطري ما شاء الله شو هالشير ترى كل البيت هذاك كله من هاللونغان من هاللونغان شيء تحت نقور مني منه قال لي خالد ما شيء قلت انزين خبر عنده كان مزارع مصري قلت له دخيلك هو اسمه عبد الله المنصوري قلت له ابو حميد دخيل والديك عطني خبر العامل هالمزارع اني انا اي اركب على ليدار واسوي ترقيد هوائي لكم من غصن لعل وعسى يضرب قال لي ان شاء الله خبر المزارع ويجيت هنا عقب يومين سويت ما يقارب طالت عماركم حوالي 20 أو 30 عود من لمهات من فوق
ترقيد الهواء يوم يتن شهرين ثلاثة على الموسم شيء طبيعي. يوم يتن قصيتن وسرت البيت، يوم ييت ولن تقريبا يمكن 15 أو 13 لضربات بعروق من الترقيد الهوائي من كنتي اللونكان. هنتين زرعتن بيت ولد خالتي أو ثلاث، وهنتين زرعتن في بيتي هذا، والباقي نسيت والله أعطيتن منو، يعني نسيت أعطيتن منو. تعرفون هذا اللونكان لكن ما تعرفون إن اسم اللونكان. أهلا بكم. هذا شكر ريج، شكر ريج أقولكم. لكن شو عيبه؟ صلامته عوده، صلامة ماخذه ما يقارب 90% من الحجم. هو عادة الأخير إن على الأقل له 70% صلامة من الحجم، براي هذا لا، 85 إلى 78% حجم الصلامة. الحين اللي طايح تموا يابوا جديد غيره من بلاده، يابوا غيره اللي يابوها الحين طالت حماركم نفس الشيء، لكن الصلامة سووا لها تحسين كشيرة. الصلامة سوت صغيرونه شوية أكبر عن حبة كبر النبج، يعني شوية أكبر عن حبة النبج العربي. هاي الحين ماخذ مساحة كبيرة، لب ما فيها هيجي الحين جديدة مثل اللي في السوق من بعد التحسين، وهذه لا هذا من الأولي. فلذلك الصلامة عودة وتخبل على الرطوبة ويعيبها الحر، وتين وقت الثمرة أبدا تتكسر للركون من الشيرها. شوف الله عليكم مزروعة طالت عماركم هي وخواتها هنتين أظني مزرعة في البيت، بيت راشد بن درويش اللي وين القرم اللي شارع المطار مشاهد المشرف من الطرف هذا، هناك زرعتهن وما شاء الله نشل. أمس مصورينهن كبار وطرش عاد وياهن الزيتون وزيت زيتون. شكرا شكرا راشد بن درويش ابن أحمد الكتبي ولد خالتنا العزيز الغالي، ومبارك عيدك، وشكرا على هالهدية الفنانة المميزة. هذا يقول لك خذ من جيبه وعايده، هاي الشيران هو بدنها أفضل شيء اللي منها زين حلوة، يعني روحي نسيتها أصلا يوم أمس مصورينها، ولأنها ما شاء الله فوق على البيت دايرة تخبر قال هاي الشيران كل من عندك ما شاء الله تبارك الرحمن، وهكذا نسيت والله عادة ما أنسى الشيء اللي عطيه. شو أسوي عادة لبس الريايل تعرفونه أبيض ولا أصفر ولا بيج ولا ملون اللي هو والخلق على ما تحيدون كنادي الرجاليات معروفات، لكن ما حد يلبس صوف في الصيف. لبس الصوف يعني شيء مبهر للنظر، تشوف لا إله إلا الله شو هذا شيء غريب، أنا بحد يلبس صوف في عز القيط. كذلك المرأة ما تقدر تلبس طبج المزري، طبجة المزري والمخلبص هذا ما حد يروم يلبسه الحينة، مش ما حد يروم يلبسن الحرمات اللي ما يعرفن قانون المزري. المزري ما باللي عليه فولك وهذا ولا زري شيء، تعال حفيظ ولا عليه زري شيء بسيط، لا طبج المزري طبج بطبجته اللي بو كازوة ولا بو نيرة ولا بو تيلة، ها ما يلبس حينة وقت لبس طبج المزري في الشتاء. قانون المزري، قانون طبجة المزري متى؟ في الشتاء. انصدف عيد في الشتاء الناس عيدت بمزري، لبس المزاري فقط في ايام الشتاء، هذا قانون. مثل الرجال الحين تروم تشوف رجال لابس شال ولابس فروه هنمون الحرمه، نفس الشيء لبس المزري. انتوا عاد الحين راعي المعنى يستعنى، هي انا شايف حد الحين لابس طبجة مزري وبس حبيت اعلق. اي والله ما بغيت اكسر خاطرها يوم شفت لابستنها، لكن هذا كلام حين يعني هي حي وحاي وبيع مسابيح، ان طبجة المزري ما تلبس الا في الشتاء وفي شلة البرد، في عز البرد في الشلة مرة شلة يعني في عز البرد عنفوانه
تلبس طبجة المزرين إن كانت ألوانها فاتحة ولا قام يجيك النيلي ويجيك المخلبص بالأخص المخلبص هذا فيه من كل لون. المخلبصة قالت كندورتة مخلبصة المخلبصة فيها من كل لون، أي لبسة جميل بالأخص على الحرمة مردوت الحال يوم يسوى الزم ولقط على الأطراف. أوه شو تغني عليه؟ ترى الجدر ما يركب إلا على ثلاث، ضروري الجدر يركب على ثلاث مثل جرنين وداس وشهد يا حالول. طبجة المزري لابد من الحيول صيغة الذهب، ولابد طالت عماركم من الجيب الوسيع، ولابد من شيل هتور إن كانت نقدة وإن كانت سادة. هذا ترتيب طبج المزري. هبل أخذوه غلوه تكوت سارة والسوق القطن وخاطن علي نوبها، لا 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 لا، كل شيء وله ترتيب وله قانون وله له 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 رؤية مستقبلية حتى في اللبس. هبل مني والطريق زاقريني تعال حق الغراف بيغرفون، ولازم أنا اللي أوقف يعني أطالع هذا شو بيستوي، هذا شو بيستوي، هذا بيشوي شو بيستوي. إيه شو أسوي؟ غدا العيد طلت عماركم في رمضان غير عن غدا العيد في الفطر. غدا العيد في رمضان يكون سمك ولا مالح يعني، لأن الناس طول رمضان تأكل لحوم. ويكون غدا العيد في رمضان متى؟ غدا عيد رمضان عيد الفطر، عيد الفطر غدا الساعة 9:30 10 نكثر. لكن غدا الأضحى متى؟ ويا الغدا العادي من عقب الصلاة. يلا هذا حين عيد، هذا شو بعد؟ بس سكر هيك. وين اللحم؟ سوي في الفرن الجديد، ترى مش خادمين اليوم الغداء. نشوي شوي، هذا شوي، طريقة الشوي ما بمشواي، لا شوي، فرق بين المشواي والشوي. خبر ليش هالنمونة غدي تلحمكم؟ نحن نحب للحمة حمراء، ما نداني هالحمة مبحلقة، فلذلك من نحن اللي بيدخل على اليوتيوب طريقة الشوي مذكورة عندنا مسجلينها في على اليوتيوب على الانستغرام. هاي طريقتنا نحن موجودة على اليوتيوب وفي الانستغرام، طريقة ما نفوره ونطبخها وعقب نشوي، لا ولا نطبخها وعقب نجلي، لا هذاك يسمونه غير، هذا نحن لا، المشواي الشوي غير والمشواي غير. المشواي هاك اللي شلوا وحطوا على اليمر وشووا، لكن الشوي لا، الشوي يعني ملح ويرزم ويتكركم. شو القرطاس هذا؟ هذا شيء قرطاس يعني، زين يتقرطس ويتلحف وينحط له خلطة معينة وياخذ أكثر عن 3 ساعات في الفرن. طارت عماكم غدا بنت أحمد أم محمد، بيصير لها بيت إن شاء الله. نحن غدانا الحين بنرويهم، هذا نحن غدا ذبيحة في الفرن، هذا الطرف هذا والفرن الطرف هذا، هذا اللي يطبخ. أنا طارت عماركم، أنا علمتكم، أنا وأهل بيتي نعلم العمال عندنا الأيدي العاملة، إن كانوا ذكور ولا إناث. أنا الطباخ والنفاخ والشل والحط هذا كله لا بعيد ولا بمنقود، خيار العرب تطبخ. والناس الحين الشفات يدرسون الطبخ، لا بمنقود ولا بشياته. غير أنا ما أطبخ، أنا معلم الطبخ العمال اللي عندي واللي يشتغلون، أنا ومحمد كنا معلمينهم علومة طريقة الطبخ، وكل حد وبحسب طريقته وحسب شو تعلم وشو عرف من هله. هذا الحين شو ما شاء الله، هاي الذبيحة الثانية، هذا غدنا نحن غدا البيت. هاي الذبيحة عليها رضوان من الله، هذا تشوفون كله صار منها الشحم سمن اللي في الدنيا كله فيها. شلها هاي
راستر ممنوع حد يسكر بس حقي انا ويظهر يدي من قبله ما خليته يطعم منه اللي يسكر بس حقي انا الراس والرقبه وين الرقبه هذه الرقبه ايوه هاي مالتي انا هذه ممنوع ممنوع من زوال الرقبه زوال ما بزوال ولا شيات شلها المطامير مال الرقبه هاي هنيها هذا مال الرقبه رده وين أيوة. مكانها حبت تلوت بالعماله هذا كل اللي الحين تم تلصد كله بلقطه انا لا يدخل في عقلك اني بخلي لك شيء اكو جدركم لحمكم روح انتم ما خصكم في ساماني ايه الذكاء شوفي كل مكان مخليك طيع هذا روح يا مزر بطن هذا المحرك هو اللي عيبنا عيب مطها مط كلها حتى هاي كلها هي هي تبعها خدها هي قحرها قحرها هي هي وهذه مناك بعد اللي حطها هاي اللي مناك ايوه كله ولا خلي ولا تبيع اعطني هاي 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 يا وبي تب الله عليك هاي بنيات توهدنهم فيها هاي والله يا ابوك ما يهون علي كل المحرق هذا كله حطه كلها نبال هذا اهم شيء انا عندي جدركم ابوياك وروحكم عندكم على هواكم ترى ابوي نسوي ثلاث وحده هنا نحن وحده حق بنت احمد حق اختي ويتجمعون هناك كلهم وحده حقهم هم حق العماله الايدي العامله العماله المنزليه وين جدركم انتم؟ يلا شكرا لي هذا جدرهم روح ابوي جدرهم روحه ها عليكم بالعافيه ها شيل من العلاقه حفيظ قحر من العلاقة وحطه هناك على طرف زين يا ويلك ها قولكم ها هاوين في عمري من العلاقة من تحت حرق حب الملاس صغيروني ثانك يو حبيب ثانك يو هريس حب فلتر تحطين لا تحطين لا تحطين حطك الله في صقر 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 شو يعني صقر الله اكبر هو هو نسى دير بيع الصقر الشريف الله وين هذا مال العيد من هل يا الله تعودوا ان شاء الله الاباء امهات اخواتات اخواتاتي اعمي بارك للناس العيد عنها مبارك بعيدكم يا ربع حيل تتابعونها دخيلكم اظهروا عنها خلوا حسابها ما في الا اربع مفلعه لا حد يتابعها تقاب اللي في الدنيا كلها فيها ولا تيني الا حق شلابه البيزات شلابه بيزات وبيزات 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 ولا تشبع يا غير مثل جهنم هل امتلازي قالت هل من مزيد عيزتني معاش ويمشي لها وكل يوم دهانها السير وعلى كل من طبخت شيء بيزات وكل حين حتى على السلام ردود السلام ما ترد الا اول بيزات احترمتي المهب كذبتي لا تخلي الناس تاخذ علي فكره خاطئه والله العظيم كل شيء عني هذا الشيء حق الفلوس والله كذب يقولوا بالعكس احنا ما بينا الاشياء هذه كذابه عمي بسم الله اديني فلوس العيد خليني اروح العيد ترى اعطينا العيد العود الصغير اوي اعطيني الحين خلينا نتكلم عن مو شيل هذا شو اسمه شو سناب ولا الله ها نقدر شيل من هل وعرضت بكثر ما تلايم 24 ساعة تصرف تبارك الرحمن نري هذا والله يجيني شيء انا يعني. والله من ما رولكس و الله يخلف خالت والله لو تعطيك خالت رولكس لا انت خليها تصير بيت اهلها ليش تروح بجالها لا تعطيك رولكس الله اكبر والله غير ازولها لو تعطيك رولكس لا تتكلم عن الفلوس وايد اصحابك كل الناس بخيل خلاص ما بي من هل
علي راسي درني والله تدر من عمي حيدخل. شو اللي تبينه؟ تبين يعني عيدية من هالغير وعيدية أنا غير؟ أكيد عيدية بنتشارك في عيدية وحدة. لا هذا من هالمدير ديالك 50 يعني من عندي وخمسين من عندك. لا 50؟ أنا أبوه ليش 50؟ 25 أنا وخمسة وعشرين هي هو 50 أخوي أنا نعطيك 100 درهم عيدية هسي بحالك. الله أكبر ها بالنار بارد بابا أنت عمي الله. المهم تبين 50 زهبات ما تبين الحين كل الناس حتقول عليك بخيل. أنا أنا أبوه شريم يوم بعطيك خبر بعطيك ألف غري شريم حبيبتي لي أعطوني الآلاف هاي لك أبوي التيار الكمبنية. من الكمبنية أنا ما في حاسية أعطيك ألف أنا أبوه. يلا دابا أقول يلا غطى الفلوس جيب نيت والله أبي وين منهن؟ الشماطري هذا اللي صورة أمي خيبة كاملة عندي مضرب ناصف هناك تم في شوي لا لا أبي حق أبويا والله قال لي أبوك ستعطيني شماطري أعوذ بالله عمي شوفي إلا أبويا وشو قلت أنا حينه؟ بالعكس شو قلت؟ أبوك بتعطيني شماطري هذا عطر مال حريم لا خليه وش عرفها بالشماطري؟ بعطيك فدور عندي فدور لا شو هذا فدور فدور ولا بطيره ريفدور لا لا اسمح لي اكسكيوز مي انا ما حط ريفدور ريفدور عاقل في ايام تجد نملو ريفدور ترى حطاه مع ماي وتسبحون بها ها عمي الله على الكرم صدق حاخده والله حاخده ترى ما حرده حط شيء هذا ببال والله بس هي غرام ابوي جيمت اللي اعطاك اياه حينه هي نعم العيدية تدفع فلوسه تدفع هي بس الحين لو بيسدها هذا ما عليه خلاص لا والله قالك شو ابي شو تبين الحين الحين تحطره من عطر الشماطري 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 تروحت انت منه طاح كرته لا ما حيطيح كرته هم قايلين قايلين احنا اي شيء تاكل منه هدى ما نبى منه لا لا اي شيء بالعكس كل الناس تحبني وتعزني وانا انسانه طيبه ومحترمه وتعامل انت نسره شلابه شلابه ما بمخلي تلي حراني اني كذا اتكلم والله شو عيال استغربتك اليوم قاعد تصور حق رباعتي وحق بالله هذه كلهم اديتهم العطور اموت والله واب ما في واحد خال منهم العطور بس صورت والله بس انا اخذه خذ الله اجلك خش مطلعي والله اخذه والله بالله في التيك توك حق عم داني الشمطري خويا انت ما سوقكش ما بي حيت تبي تاخذ سريره وانا خليك من ملل خلي من اللي يتكلم ما بي عندي حد سرير حق شو تبين هوي هي والله سرير سرير عندك سرير سرير وعندك بشتغل ضربه ميديكال عمي شو يعني ميديكال شيء طبي 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 بهال ابوي حط طبي ليش انا مو طبيه يلا عمي يلا خلينا اروح والله ما ولا شيء ابي اشتري هذه شو بقى من هال هديه ما في احد عمي بس عيلتنا لا 100 شهر عمي الحين ان شاء الله ترى ما حرجعك الحين شو تبين انت؟ ترى قلت لك ابي عيديه من عندكم عشان اشتري بها سرير عيديه تبين سرير؟ الله العظيم عشان اقول لكم ما الله يا ابوك من هالنسره ما طرشتي العطور حق الناس اللي صورتيهم صح عمي عقبال ما يطرشونك الجبهه ذاك اليوم انا حبيت اهادي اصحابي واحبابي بالشمطري في العيد ها الحين انا حصلت الكارت اللي كاتب اليوم زين شو مكتوب في الكارت؟ ما اقولي الاسم ترى ما تعرفين تقرين انت ليش ما اعرف اقرا؟ اميه جد نملا اقرا شو؟ الحين قاعد يصور فيي وراسك يجيني خبرت مقطع بكرتون كان كذب يجيني خبرت مقطع بكرتون كان يا اساس صورت عند المغاربه والله عن سحبتي شو انت شو تريدين الحين قاعد تعطيني العيديه خليني عشان اعرف يفالت طيب بس من منهل ما بي بس خلاص زين كم تبين 100 200 300 كم تبين 3 مليون 300 ما يسدني 300 دوري لك دار ابوي راح اشتري سرير من مصفح 300 السرير ب 150 وبيزيد لك 150 ما بي فضحتي فيا كل الناس حتعرفني الحين حشتري سرير انزين
اي سرير باك سرير من حديد انت يا هدوبه. اقول والله تي خالي وتركب ابوي فوق ما تخلي شيء ما مازر الحجره عند شيء حلاوه من قبل 3 سنين وشيء برميت من قبل انت صلاحيته اقسم بالله الله فدع رقبتك اي 470 470 انت 74 عارفيني شوفوني نحيبه يا ابوي الواد ما تشوف الحين منهل سافر اسيطرني بسلام عليكم شكرا عمي على الشمطري مع السلامه حي الله بنزار وخفف الحين حيشيلوا لي الشمط راح يوقفوني نقول يجيب بنبلغ على الشرطه الدوريه بلغ الدوريه تيجي ابويا عيد مبارك صحيحة وبرزق وبتي يصير في عود بباق في عود عمي الله يعطيك صحيحة وطولة العمر وسمحوا لنا المشاهدين بس احنا نضحك عشان بنزيدك 50 على هالدعاوي هاوي الحين اذا تبي تبدأ شيك 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 20,000 30,000 عشان من الصبح لك اسبوع وانا ادعي 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 وانت ايش لك انت لك اني ادعي من يدن العصر لين يدن المغرب آمين 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 الله يعطيك شيء غني آمين آمين الشيء اللي كان طلب لك عليه انت وخالتي الصحيحة وطولة العمر يا رب العالمين آمين عليكم السلام الشمطري والله ما عاد شيله عمي انت برايع عليك بالعافية يلا حاخذه علي بالعافية بس اللي قلت حط طرش لي مترخم مخبي منه ما طرشيني قلت الله فضح الله منهل يلا عاد سيري بيتكم إيه شكرا على الشمطري عفوا الله يعطيك الرزق إيه؟ الله يجعله في ميزان حسناتك زين ترى الحين ما يشوفونه في التصوير ليش بتحطط انه كيف الناس بيشوفونه في التصوير انت على اساس تسوين اعلان حينه ولا شو استنى شوفوا على التيك توك شكرا إيه؟ عمي على الشمطري الحين سوي عليه ترى اذا مديتي لي راني غنى نحيي الفيديو واحد يا فلوس كاش يا شمطري الشمطري عشان حدي لأبويا انزين ما عندنا مشكلة أعطي أبوك الشمطري لكن الحين بنعطيك يعني لازم عيدية ويا الشمطري ضروري العيدية عمي ولو تتكلم من الصبح العيدية ضروري منها فارس طيب العرب كلهم كيعطوا العيدية والمغاربة والناس حتى أوروبيين كيعطوا العيدية خلاص عمي لا تتكلم في موضوع العيدية يعني كم الحين تبين؟ لا تندورت تليفون 50؟ انت حينه بل ها تفوح انا ابوك شو هذا تنافخ 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 تفوح ابدا تفوح ميلسه هرب اللهتك كناديرها كل ساد شيلة التساد ما تلبس عشان قندورش كل مطرشة لي يا عمي ها من وين اخت هلال الله يجزيها بالخير صدق والله ايوه العاش العاش ام احمد العاش بنت محمد بن سيف القبيسي بالهادومه هاي بالعام طرشتنها؟ ايوه مطرشه الصندوق ما خبرتي مطرشه بيزات مطرشه عطور مطرشه شيء وايد ما طريتي قرب الله الله اقولكم ما تاكل تاكل وتيحد ولا طرت العام طرشت لها العاش صندوق بزمه وعراه بيزات وقطع وكنادير وشيل وعبي وطحنت الزمان كلها ولا طرته الحين انا عرفت عنه وانت كل من العيد وين تفضح فيه على الفلوس الحين تو ما بشال الشمطري بس الحمد لله شو ابي فيه عمي شمطري فلوس شمطري ترى عطا يا سيري 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 يا اكو الحين بتغدين بعد من عندنا ما حتغدى انا اليوم بس صبرك كم من ساعه تغداك الحنش والعجارب سيري عيستينا وين حروح؟ سيري فوق سيري عند البنات داخل اي بنات؟ داخل؟ لا انا رايحه المرور زخوا هاي المرور ابوي هاي تظهر وقت هذا ممنوع ابوي حتى انت اللي شراتك القايل المفروض ما يظهر ليش؟ والله؟ والله الناس تحرك الحين تسبي صح والله لا بسم الله عليك مكرمه ما فيك مسبيه بنت شو اسمه ابوك؟ بنت عبد الله مسكين
بس مشكوك ما فيش مسبيه بنت عبد الله. سألوها متى ما شافت ابوها من قبل 30 سنه. ما متى؟ اليوم ما جت الكورونا ما شفت ابوها. كذابه 10 سنين ما شافته. هي في قري وابوها في قري. اقول لها بنات ما تصير الا، قالت ما بمحتاي لي. ليش انا ما شاء الله 10 سنوات ما انا اصلا كم لي في البلاد؟ 5 سنوات. خمس بقالك غبته هو تبته هو بقالك 10 سنوات ما شفت ابوي. ليش انا مسخوط لي هي الدوله الشمق من خذوا لي ويلي ويلي تعالي 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 الحين انت وين بسيرين؟ جلسي جلسي انزين. ليش ما تغديتي؟ ما بتغدى حيذبحوا هناك اجواء مغربيه. انزين اعطيتك انا الكلوه ولا لا؟ الكلوه اكلتيها ولا لا ما تذبيحه؟ الكلوه الكلوه اللي توني اعطيتك. ايه كليتها. وكلتي وراها بيضه ولا لا؟ هذه عباره عن عيديه. يسدك ويمزر بطنك. كلوه وبيضه ما تحشوه. والله الناس الحين حتضحك علي. ما حد يضحك، هاي حقيقه. لا والله. كلتي ولا لا؟ يا ربي. يفدع رقبتك. هاي بعد شالت لها روحيه اعطتني هديه وشلت شالها برك. قالت لي ساره ما انت عمي. ساره ما بنت شي ست. لا. لا لا طارج روحي خذي بوك. سكت بوك. وين في السياره؟ سمعي. الحين خلصتي ولا لا؟ تغدى غدا وتغديتي؟ ما تغديت كليت بيضه وكلوه. الحمد لله. كلوه تتويس عربي ما بتيس بمال خالد. شو الفايده من هالكلام عمي؟ الفايده ان هاي عيديتي وصلت. قولي الحمد لله. بيضه وكلوه. شهدوا يا العرب اللي شهدوا العرب كلهم شهدوا. صار يعيد بيضه وكلوه ما صار يطلع الفلوس. وانت بين هالفلوس. يلا مع السلامه. كيف مع السلامه؟ والله ما اروح لغايه ما اقول الفلوس دي بتجيب لي جلطه عمي. الحين 40 مرة قايل مع السلامة مع السلامة. شوف هي ما شوف شلتك شلتك شلها برك. كيف يقول لي حط الشمطري؟ شو قص علي من هل؟ صبري هذا ابراهيم توفيق داك تليفون صبري. اشتك معاك مبروك العيد. الله يبارك بحياتك ومبروك عليك. كيف الوالدة بخير؟ ابراهيم تعرف هذه مني؟ لا والله. هود عرفت؟ وين قال لي عرفتك؟ ابراهيم ابراهيم متى حتجي عندنا؟ اليوم عشان تديني العيدية. وين عرفت؟ انت شافية حتى على ابراهيم؟ يا فلوس يا ويلي فلوس ابراهيم فلوس 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 ابراهيم فلوس انا قلت فلوس ابراهيم حتجينا اليوم ولا بكرة؟ لا بكرة. أمانة تقليد الله في عنقك عيديتي بالحق. لا تطرش مع عمي لا تطرش مع عمي حطرش لك حساب هذا توك توك. اين التوك توك؟ تفضح الله التوك توك. حطرش لك حساب بالحق تساعد حرامي. لا ما تثق فيه. حطرش لك حساب ميرا طرش. خلاص ابراهيم خلاص خلاص من قا 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 قا. ابراهيم اسمع بكره الساعه كم جاي عندنا؟ متى عمي رايحين؟ انا سائر البحر باكر ابراهيم. لتي هاي ابوي شلابة تبى بيزات. اسكت اسكت عمي. ابراهيم خلاص الضحكة هذه ما نبيها الحين. احنا الحين قاعدين نتكلم على فلوس. ابراهيم هاي التحراك مليونير التحراك مليونير. اي ابراهيم ما شاء الله. اسكت والله العظيم ابراهيم كيعطينا عيدية ألف كلنا ألف ألف من غيرك انت. اسكت انت كتفرق خيبة ابراهيم. معاش بكبره 5000. والله شوف شوف كي قاعد يتريق عليك. معاش بكبره ب5000 هذا معاش 5000 يضحك على الناس. ابراهيم شوف بكره جاي الا بكره هو في البحر بعد بكره ان شاء الله. البحر في البحر هو ان شاء الله يوم بيرجع. المهم عيديتي عندك بس لا تدلع عمي الله يخليك. عيديتي جاي ان شاء الله. ابراهيم الله يعطيك الصحة ويسلم عليك. ابراهيم ابراهيم زيد اش تخلي خلي يدوخ. ابراهيم ابراهيم تراها ما بمعرسه نبالها ريل. لا انا ما بابراهيم عمي. ما بابراهيم. ابراهيم ما يبات حتى انا ما بي ابراهيم. تباها لسانها طويل بنقصه.
اقول لك عمي الحين انت قاعد تدلل فيا تباه ليش انا قاعده واو واو ابي اتزوج هذاك الشرم من عند صدر بالحديد الله كسر ركبتك والله وابراهيم خلي عمي بس يتكلم كده لا تنسى العيديه ولا تحطها في يد عمي تحمل ابراهيم عمي ما يمسك العيديه اذا مسك العيديه راحت عليا والله ما يديها ليا كم احد واحد يطرش لي فلوس يقولوا لي مطرش لي ما ادري منه 20,000 كذابه ايوه 20,000 اسمع 20,000 مخبرني سعود 20,000 يا كذب عليك ما ادري منو ما ادري منو مطرشها في رمضان جا سعود سعود ترى ما يكذب عليا هو ومن هل ولا الدوني 20,000 بس في ذمتهم ان شاء الله اذا الدوليه منا حتى درهم ابراهيم سلامه اخويا بسلامه عمي ترى يلا اخويا سلم على اميتك يلا ايوا امري وامرك سيدي ربي الحبيب هذا الشيء اللي غنقوله لا اله الا الله محمد رسول الله اش غنديروا مع عمي يلا بس عاد من رمسه ما يبي يكلمك اصلا قاعد يتكلم يلا مع ابراهيم يلا اضحك ضحكه الطاووسه يلا ابراهيم مبارك الله يبارك يلا اخوي مع السلامه باي باي مع السلامه اخويا مع السلامه جهه تقول لي هو حقي انا اللي خلاص ماني بي خلاص مع السلامه ابراهيم مع السلامه خلاص اجلك يا ويلي انت غتصور فيا عمي تليفونك راه كيصوني من دريول مع السلامه عمي الله يعطيك الرزق وعيد مبارك انا في مكان والله محسود عليه الكل يتمنى يسوي رياضه فيه اللي في خاطرك تلاقيه شو خاطرك من الفواكه ودك تاكل تلاقيها عندك هذه شجرة التين طبعا شجرة التين ما شاء الله ايش كثره فيها الشارع شوفه تقطف وتاكل وتكمل مسيرك طبعا هاي الشجر سبيل هنا حق المارين اللي يبي ياكل ياكل طبعا انا استأذنت منهم قبل عن اقطف لاني كلت تفاح قبل وهذه الشجر الكمثرى شوف الكمثرى وهاي اللوبيا سكر ولا اروع والله شيء جميل تشوف هذا عندهم بعد شجر ثاني من التين اللي هو يسمونه التين الاسود في عندهم نوعين الاخضر والاسود شوف ما شاء الله شوف الشجره كلها تين ما شاء الله شوف طالع التوت شو اسمه التوت الاسود هذا الشارع ما شاء الله عنب وخوخ ومشمش وتفاح اللي ودك تلاقي عندهم تمشي وتاكل شوف ما شاء الله ايش كثره شوف ابي اقول لك منين هاي هاي ميسه شو تسوي هاي شغل هذه الزين كله هاي اللي وين وين ميسه راوينا الزين هذه ميسه اللي تطلع المذيعات جميلات بلاها ما تعبرت من عمرها عيل لا هي شيء طبيعي والله ترى ما قلت باب النجار مخلوق عفوا الله حليلها شو اسمها ميسه ميسه كيف حالك انا اسمي خالد الخالدي نايس تو ميت يو يعلى التسليمي ميسه ترى هو اللي طلع الحنحون هاك اليوم اي والله اختفى الحنحون ما شلت غرب الله سوت له طمس الانبار طمس الانبار عادتنا الله لا قطعها عايض البريكي صاحب مصنع حلوى المزون من صحم سلطنة عمان كل عيد وكل مناسبة يندب لنا هذي تشوفونه لكن المرة هاي مطرش عادة شي تول زيادة على الكرتون كرتونين ثلاثة ما عليه السنة 4 كراتين حلوات مميزة وشكرا يا بمبارك وما قصرت بنرويكم حين عاد حلواهم مقرطس ومعدل شي حرارات كبار شي صغار شي وسط شي على ما تشوفون كل من عنده كل سنة كل سنة مرة ومرتين وثلاثة
مشكور يا ابو مبارك، مشكور مشكور مشكور. سالفة مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. سالفة نادرة، أنا قد عديت تعريكم من قبل يا غير، أظني الناس اللي من غير اللي داد عندي في الـ في الـ في السناب ما يعرفونها ولا يعرفون شو معنى كلمة نادرة أو ليش سمت نادرة أو شو سبب تسمية انخلت نادرة باسم نادرة، شو سبب هالمسمى. سبب المسمى طالت أعماركم، الحين أول شيء نحن بنربيكم شو سبب نادرة وشو هي نادرة. هاي رطبة على ما تشوفونها بسرة، هاي بعد ما رطبت بعدها تبالها عن تقضى ذني 10 أيام لو 15 يوم. هذه اللي تشوفونها بسرة، هاي القعامة ومفروض أن الطعامة داخل هذه. لا تقولوا ما حد قالكم هذه، ها شوف العين، هذه هي البسرة على ما تشوفونها بسرة، هذه قعامتها بسرة، مفروض يكون داخلها طعامة. هذه اللي عقب استوى عند العرب مثلها، هذه طالت عماركم الحين عمرها 15 سنة. يمكن اني الحين القط فيها وحده مجورنا ولا توها بادي تبشر ولا شيات، ما لقت ما لقت الجذب خيبة، لكن بسرته طول بسرة الانغالة، طول السراري على طول أطول عن 3 رايبات. شوف ما شاء الله وحجم كبير. هذه طالت عماركم سميت نادرة، شو أسباب تسميها نادرة؟ لأنها طالت عماركم، هذه ظاهرة أصلها. أنا أخذ الرمسة اللي ما من عند زيد ولا من عند عبيد، الرمسة هاي ظاهرة من مكان موثوق به، ما عليك من الرمسة اللي سمعتوها شرق وغرب، الرمسة الأصل أنا سامع عنها من المكان اللي ظهرت منه. هذه أصلها طالت عماركم جاية من جزيرة صير بن إياس، من جزيرة الصير، من الصير. قبل كم من يوم لقط بسر وحدة اللي بتشد توها بادي فيها انها جورن، ما شاء الله صحته باردة ورطبتها أبرد، كأنك تقرم كأن هذه. شوفي أقول لكم شيء فيها وحدة وهنتينها، شوفوا بعد وحدة، سبحان الله سبحان الله. صحته بارد، بلية طعم لذيذ بطريقة ما تخيلونها، سبحان الله سبحان الله. بعد حينه بخبركم شو سالفة. أنا بعد عليكم طالت عماركم السالفة، السالفة طالت عماركم. أنا ساير العوير عند جماعة، المهم ولا تمشي في نص المزرعة عندك ودونك، ولأن شيء شتل نخل صريمات على هالكبير على طول على طول المسطرة 30 سنتي، يعني حول الذراع شوية أقل عن الذراع، قويطيات على كبر القلاص، قريطيسات شي نايلون سود مخبقات عمال مشاتل على مد النظر 70-60-50 قرطاسة منهن، وكل قرطاسة ظاهر منها زورة لو زورتين، كل زورة تقريبا 20 سنتي أو 30 سنتي ارتفاعها، يعني تحرى شير مال العوب. المهم راعي المزرعة يقول لي أبو محمد هذه عينة من صرمة نادرة. قلت له شو سالفة، أنا بحياتي ما سمعت إن خلاص اسمها نادرة. قال لي نادرة هذه ظاهرة نشو في جزيرة صير بن إياس. نشو يعني ظاهرة من طعامة، ما بفسيلة ولا صرمة ولا أصل، لا نشو روحها ظاهرة. أغلب النشو 98% يطعموا به الحيوان، يغدي مبزين من النوادر تلقط نشو زين. هذه طلعت زينة، المراد
ربح حياد زايد هاي رمز 100% 100% الحقيقة هذه ربح حياد زايد الله يغفر له ساروا يتمشون في الجزيرة فلقطوا النشو هذه وخرفوا منها وربعوا يرابونها حياد زايد وقالوا له طال عمرك هاي شيء عجيب غريب ان نحن لقطنا صرمة بلي طعام صرمة بلي طعام رطبها قالوا يرابونا اياها رابوه فيازت الحياد زايد رطبتها لانها باردة وطعمها لذيذ وبلي طعام هاي يعني من النوادر قال هذه اذا الله راد بنسميها نادر هذه اسمها نادر طرشوا على اهل بالجامعة هالرمسة قبل 17 18 19 سنة طرشوا على اهل بالجامعة يا ابوي معدات ويا ابو الخبرة وجلعوها ودوها وين مختبر الانسجة اللي في العين مختبر الجامعة يسمونه سووا منها فسائل نسيجية آلاف مئات الآلاف يمكن سووا من زرعة والدنيا والدين جسموا على العالم كلها من ضمن المهندسين اللي عطى الرجال أنا زايرنه واحد مصري كان يشتغل هناك وكل حد يعطونه كرم شيوخ بغطي روس ريبال كرم حياد زاير مغطي روس ريبال ما يبالك أنا مثل ما تعرفون الفسيل النسيجي ينزرع يوم غادي عمره 5 سنين 7 سنين حطوا له في قواطي من الصغير الى الكبير الى الكبير انا الرجال اللي قال لي ابو محمد شي تبه منهن انا شي طبيعي يوم قال لي خلا رطب بلي رطب ثمار بلي طعام ما يدخل في العقل قلت لي تبه تعطوني حطوا في دبه السياره ونسيت وانا ظاهر من دبي جدة ابو ظبي خطفت السمحه بزرعه يوسف خوري خبرت حطيت عنده هنتين منهن هاي وحطوهن وانا يوم جيت البيت هري قلت الحين انا شباهن هالكثر ولا ندرام كشره هناك واريدهن كلهم في درام كشره ما بمصدق كلم العاقل بما لا فان صدق فلا عقل له انا متى عرفت القصه الاساسيه القصة الأصلية يعني إلا من عقب ما جيت وكبرت الخلا وخرفنا منها عقب عرفنا الحقيقة ولا قبل حتى الريال اللي عاطني ما يعرف القصة هذه الخلاف المهندس هذاك خبر الوادم الوادم خبرت الناس وعقب انتشر الخبر الرئيسي ظاهر من ربحيات زايد فانتشر بين الميالس وأنا صورت إذا بتدخلون فيه على اليوتيوب مصور الخلا هذه قبل 4 سنين 5 سنين أول ما فتحت حساب لسناب شات أحب أخبركم كيف اكتشفت هالخلا وهي عندي في البيت مثل ما قلت لكم جيت البيت توي كنت أبنيه البيت توي بنى بعد لا شيء زراعة ولا شيء في توهم حاطين هذا الشبت اللي لونه برتقالي المهندس وتوني أول ما فكرت قلت بزرع نخل دور ما دار البيت هالمكان اللي ما بيتأثر لا في بنيان ولا في مشاريع يوم سألت قالوا هالمكان تقدر تزرع فيه وحط النخل المراد في أيتي هاك اليوم حق طالع النخل عندي ناطور اسمه عمران موجود ليل يوم لين بكرة الحين بيت قوم بتصلهم بيت براشد إذا يشتغل عندهم قلت لعمران هاي هالكيت يقول لي الرجال قال بابا تعقيت الباجيات خل هذا شيء مكاني عند ويه الباب باي تشانس يمكن ان الكلام هذا صدق قلت اي صدق يا ريال ما يدخل في العقل انه رطب وبسر بلي طعام هاي الرمسة ما بعدله مش صحيح الكلام هذا صار الزمان ويا الزمان سنة ورا سنة سنة عن سنة عم يكبر في قلبي حب الولداني اغنية سماهي فيروز سنة عن سنة هي نزيل شوف انت وين صرت انا اقول لكم خبرت صارت زمان اقول لكم ويا الزمان وخطف وقت ويا وقت وخطف يعني لين قبل خمس سنين خطف انا خاري عند الباب ولان عمران البنغالي يقول لي بابا هذه النخلة ثامر قلت له النخل دوما يثمر ما بشي جديد يعني شو الغريب قال لا
هاي الخلا ما كنت مالت قبل، ترى هو لي فاسل ان خلا هذا كله من قبل 17 15 سنه. قلت له اي وحده؟ قال لي هاي تحيد يوم انت جاي من دبي وجبت وحده بدون طعام تقول لنا بلي طعام. قلت هاي هي؟ قال لي هي. قال لي بابا سوي تيست، ترى النسيجي ما يثمر بحينه، يوم تعظم غدت كم كبرها عقب ثمرت توها هي ثامر، لما 5 سنين طلعت ونبتناها والحمد لله ضم النبات فيها عول واستنبتت وخذ كل علج، يعني ما يشلوا ماي نفرين ماي لاج التلاج على اليدين. ها قلت لي يا رجال، قال لي اقولك سوي تجربه، والله طالعتها ولنها بلي طعام، يوم جربته ولنها بلي طعام، نشيت ما خليت حد ما خبرته وصورنا والعالم تخبرت والناس ينت. معقول صورت؟ بتدخلون اليوتيوب شوفوا انتم، بتدخل حتى بالانستغرام موجود. قبضنا السكين بمشاره وقصيناها اربع قطعات ولنها بلي طعام، ما منبوت ولا مشويص ولا مريضه ولا تعبانه. كل اللي علقوا في على ردود الافعال بليتنا انها يعني هاي يمكن مش منبوته مش منبتة ولا انها هذه مريضة ولا فيها مرض ولا شيء، على هالاساس تطلع رطب لي طعام. قلنا لهم غيروا بدلوا، ما حطا يدخل في عقله الكلام هذا اول ما استوت السالفة. الوادم ترى اللي خذوا الفسيل هذا وياي انا ما زرعوهن، خلوهن لين عقب ما زرعت انا بثلاث اربع سنين هم بلغ النخلهم، نخلتي أنا بلغت من أول ما حطيتها كبرت خذت في الأرض مدتها وحتمها اللي هو الله مقدر إنها تثمر فيه. هذاك الوقت شبعت منه فطلعت قبل الناس كلها، فاتضح طارت عمارك من عقب ما تشهر الخبر عند العالم وهاي الناس كلها عرفت. كل العالم زارع ثرها منها، مزارع في العين بالخمسة آلاف وستة آلاف صرمة نخيل جايمة كلها من هذه نادرة، لكن بعدها ما بشرت ولا ثمرت ولا طلع النخيل. أنا أول واحد طلعت نخلت اللي هي نادرة. الحظ يوم الله يريد لك يا البني آدم، يريد لك السعادة ويريد لك الصيت والسمعة لو من أدنى تدون كن فيكون. فرب العالمين أرزقني في هاي الصربة من حينه من 15 أو 17 سنة وهي على ما تشوفونها، لكن ما سوت عيال، سوت صرمة واحدة حين تشوفونها حتى حد يتسلط عليه يجلع حوله يخشع حوله يسرقها. ترى شيء كاميرات، لا تقولوا ما قلنا لكم كاميرات دور ما دار البيت، ويا ويله اللي بيقربها يا ويله، ويا ظلام ليله أعذر من أندر، ما أدري أحذر من أندر، هاي الحاضر يعلم الغايب. فالعالم حين كلها العرب عندها من هذه نادرة، نادرة طلع الناس حين كلها الناس عرفت إن الكلام هذا صحيح وإنهم زرعوا في نخيلهم، لكن كانوا هم عندهم يقين لاني انا ما ياني الخبر من 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 راس من راس كوب يعني ولا من راس عرب، يعني ياني الخبر من مزارع عادي، من انسان مزارع عادي مهندس مصري يارس هناك ومن ضمن الفريق اللي اشتغل على الشيء هذا. كان ما صدقت بيني وبينكم حتى اللي انا مسير عليه في المزرعه ما كان ماخذ الموضوع بجديه، ما كان متاكد يعني، قال الكلام ها ما يدخل في العقل، قايل اللي يا المهندس المصري اللي جايب لنا من المشتل اللي في العمال الجامعه. المهم ما احنا صورنا وش كم سعرها هي في السوق، كانت 70 درهم او 60 درهم، ومن صورنا لبق من 70 درهم لين 500 درهم الحين تنباع في المشاتل. لين يسوون نسيجي وتتكاثر يبالها ثلاث لو اربع سنين، الحين العام وعام الاول وقف ما شيء. والليل قبله من اول سنه من يوم خبرت الواد وصورت وقف اللي في السوق كله. هي ما حد ما يبزين، ما حد هو ما يبزين. وعقب عاد يوم سالنا قالوا توهم مسوين نسيجي وسوى من يد ويدين، اظن يمكن السنه ولا الحول بيتهبط السوق، لكن بيتهبط مثل ما تحيدون على ارتفاع تقريبا 30 سنتي. ومثل ما حصلت انا وصبرت وظهرت الناس زرعوا فحصدنا ما قال فيأكلون، ونزرع فيأكلون فيحصدون ما قال من ناكل. هي والله. وهذه طارت عماركم قصة صرمة نادرة الأصلية اللي خبرتكم عنها، من وين جاية من وين متنتية وين ظهرت، هذا الخبر الأكيد 100% هذا يعني الخبر من وين، من
من ناس يعني انا اعرفهم زي ما زين يعني ما في رمستهم رمستهم مثل ما قالوا يعني مسمار في لوح رمس وكاد ما فيها واحد واثنين ابدا. والمصري انا اتهمته اتهامي كان باطل توقعت انه قلت يكذب ولا الكلام هذا مش صحيح ولا الكلام هذا مش دقيق ولا النيبة يتيمل ولا لان خبر مثل هذا كأنه يقول لك والله الشمس طالعه في نص الليل الشمس طالعه في نص الليل هم يصدق ما حد يصدق هالكلام ان الشمس طالعه في نص الليل يعني بتقوم القيامه هالنمون كان الخبر انه الرطب بلي طعام رطبه بلي طعام ها ما تسمعنا به فلذلك هاك الخبر كان يعني توطأت فاجعه يعني شيء غريب عجيب بس بغيت اخبركم هذا يا ربي عاد انا ما طمنت هالسالفه من متى الناس يقولوا هبد كلمتين انا شو اسوي ما اروم اختصر ولا اعرف اختصر مارتن الو مارتن وير دو كم فروم اي كم فروم كاميرون سير كاميرون ماي نيم از خالد الخالدي كم فروم ابو دابي ارتست رايت سير ارتست يو اد موفي لايك ذات بعد؟ اوكي اني واي اند اي فروم ابو دبي اي ليف محمد بن زايد سيتي اوكي يلا دو ذس وان بليز هذا الشيء المميز عاد عندهم ويلكم تو ويف واتس ذا نيم فور ذس اوردر ذس وان از هوني بودين ها هوني بودين هوني بودين يس هذا من ألذ واروع الاشياء اللي عندهم شيء فنان 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 يعني ما يسدك واحد الطمع عادي دقيقتين لا يليج في عقلكم انتم بتطعمون شيء شرات هذا هاي ثاني ثالث ودي اطلبه انا منه كل ماي اطلب منه هذا اسم اللي توه قرار رجال اسمه صعب اسمه قلج هاني بودي ما ادري منو لكن لذيذ 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 بطريقه ما تتخيلونها اسمه هاني بودي وما ادري ايش قال من ناقي هو قال ثلاث كلمات انا حافظ هاني بودي وشيء كلمه بعد من غير عاد نسيته المهم انه لذيذ وفنان يلا عادة طعم يا صبورك هني بولي